كشفت شركة مايكروسوفت عن الإصدار الثاني من برنامج صناعة الصور البانورامية عالية الدقة خاصتها Image Composite Editor، والذي يرمز له اختصاراً باسم ICE والمخصص للحواسب العاملة بنظام ويندوز. يملك الإصدار الجديد عدة مزايا جديدة، منها إكمال الفراغات الموجودة بالصور بشكل تلقائي وتحويل الفيديوهات إلى صورة بانورامية، إضافة إلى تحسين العمل مع المعالجات التي تملك أكثر من نواة، وتعتمد ميزة إكمال الفراغات على تقنية للتعرف على الفروق في الصورة، مما يجعل البرنامج قادراً على علاج أي فراغات تظهر نتيجة دمج صورتين أو أكثر لصنع صورة بانورامية واحدة، والتي قد تظهر بسبب اختلاف أبعاد الصور أو تغير زاوية التصوير. تتيح ميزة تحويل الفيديوهات إلى صور بانورامية للمستخدم اختيار عدة لقطات من مقطع فيديو أو أكثر لصناعة صورة بانورامية واحدة، كما تتيح تكرار شخص أو عنصر ما من تلك الفيديوهات عدة مرات في نفس الصورة البانورامية. وضم برنامج ICE واجهة استخدام جديدة معاد تصميمها، وستتضمن مساعداً لإرشاد المستخدمين على أفضل الطرق لصنع الصور البانورامية. كما ضم البرنامج كذلك مجموعة من إسقاطات العرض الجديدة، والتي تسمح للمستخدم بالخروج بالصورة البانورامية النهائية في أشكال غير تقليدية، أبرزها الشكل الكروي أو الشكل الذي تخرج به الصور باستخدام عدسة عين السمكة.